اهلا بيكم. احنا محاضرتنا المره دي هنتكلم فيها عن هو ايه البروجكت مانجر، هو مين البروجكت مانجر، ايه الحاجات المطلوبه في البروجكت مانجر. والحقيقه مش هنتكلم كتير، مش هنقول على حاجات كتير، هنقول على بعض الحاجات الاساسيه بس. يهمنا ان احنا نجاوب على السؤال ده بوضوح، لان المفروض ان شاء الله ان انت لو اهتميت بشغل البروجكت مانجمنت وكانت من ضمن الحاجات اللي انت عايز تبقى الكارير بتاعك بروجكت مانجمنت، يبقى ان شاء الله ايفنتشوالي هتبقى بروجكت مانجر. لازم تبقى عارف حاجه مهمه جدا عن البروجكت مانجر قبل ما نقول الفورمال ديفينيشن. البروجكت مانجر هو اللي مسؤول عن كل حاجه. البروجكت مانجر هو اللي المفروض في الاصل يعمل كل حاجه. البروجكت مانجر برضو المفروض في الاصل هو اللي يتاكد ان كل كبيره وصغيره اتعملت صح. طبعا لو خدنا الديفينيشن ده وقلت ان انت هتشتغل كده، اعتقد ما حدش هيشتغل الشغلانه دي، واللي هيشتغلها هيفقد قواه العقليه قريب، خصوصا مع المشروعات الكبيره. طبعا لو انا بتكلم على ان المشروع بتاعي هو مشروع صغير، زي مثلا مشروع ان انا اجهز الغداء، ده مشروع فعلا ستات البيوت ربنا يكرمهم بيقوموا بيه from A to Z، سواء ممكن الست لوحدها او حد تاني بيساعد. في مشروع من المشروعات الصغيره برضو اللي اتكلمنا عنها قبل كده، مشروع حلاقه الشعر. لما بتروح للحلاق في بروجكت مانجر واحد هو اللي بيقوم بعمليه الحلاقه بالكامل. فهنا حجم المشروع الصغير بيخليك انت كبروجكت مانجر تقدر تعمل البروجكت كله بكل تفاصيله، وبالتالي انت كمان مسؤول عن كل كبيرة وصغيرة فيه. لكن تخيل معايا المشروع لو كبر شوية، وهنتكلم على مثلا زراعة مزرعة 10 فدادين، او بنى عمارة 4 ادوار، او لزق بلاط ارضية دور في شقة او في بيت. هتلاقي ان المشروع زي بالحجم اللي هو مازال يعتبر صغير، المشروعات دي بقى ما تقدرش تعملها كلها لوحدك، ما تقدرش تعمل كل كبيرة وصغيرة فيها. حتى الفنيات بتاعتك ممكن انت ما تقدرش، لو انت تقدر تعملها تعمل منها حاجات، مش تقدر تعملها كل حاجة. وعلى الجانب الاخر بيبقى في مشكلة ان انت طيب هتراقب ازاي كل حاجة، اوكي، او هتتابع كل حاجة ازاي. الحقيقة جماعة بتوع البروجكت مانجمنت ما سابوناش في الموضوع ده الحمد لله، وارجو ان هي كمان تكون شوية مانجمنت سكيلز كويسة نتعلمها. اولا ادي التعريف الرئيسي، هو اللي مسؤول عن كل حاجة بتتعمل في المشروع. اوكي طيب، نعمل ايه في ان هو مش ممكن يكون بيعرف كل الفنيات الكبيره والصغيره في المشروع؟ قال لك الديليجيشن. ايه بقى الديليجيشن ده؟ الديليجيشن ده واحده من المهارات اللي هي بنترجمها باسم مهاره التفويض. التفويض بمعنى ايه؟ بمعنى ان تبقى الشغلانه بتاعتك، مسؤوليتك، وتخلي حد تاني يعملها. اوكي، هو ده التفويض. طب ايه ده؟ مش معناه ان انا كده برمي بلايا على الناس وبسيب شغلي وبهرب من شغلي؟ لا، الحقيقه هي دي طبيعه العمل الحقيقيه. انت الشغل لو انت تقدر تعمله بنفسك بتعمله بنفسك وتوفر الفلوس، لكن بعد شويه لما حجم الشغل بيكبر اللي بيحصل ان انت بتجيب حد يعمل لك الشغل ده عشان انت تعمل شغل تاني تجيب بيه فلوس اكتر، تدفع للي بيساعدك ويفضل لك شويه زياده، مش كده ولا ايه؟ هي في الاخر مساله اقتصاديه. انت بتفوض غيرك علشان غيرك ده هيقدر يعمل الشغل بكفاءه مقبوله، وبالتالي انت توفر وقتك وتوفر مجهودك لحاجه تاني المفروض انها اهم، تجيب لك عائد اكبر من اللي هو من اللي انت فوضته للاخر. هنا عمليه التفويض بالتالي بقى فيها كلام كتير. طبعا احنا يمكن مش مجال الكورس بتاعنا دلوقتي ان احنا نقلبه كورس مهارات تفويض، انا هحط لكم لينك تحت الفيديو ان شاء الله
لمحاضرات انا كنت مسجلها عن الديليجيشن سكيلز، وفي كورس كامل بس للاسف مش مسجله، هحط لكم اللينك بتاعته باذن الله. المهم ان هتكلم عن حاجه مهمه جدا، وهي مين اللي تعمل له التفويض. لو هنتكلم على الديليجيشن يبقى لازم تختار واحد بتتوافر فيه صفتين اساسيتين، الامانه والمهاره. مهارة لوحدها ما تنفعش، والأمانة لوحدها ما تنفعش. إن لم تجد إنسان تتوفر فيه المهارتين دول أو تتوفر فيه الصفتين دول، يبقى الشغل يا تعمله بنفسك يا ما تعملوش خالص. من الآخر. ليه بقى؟ يعني اللي بيحصل إن إحنا بنعمل ديليجيشن لحد، والحد ده ما نكونش بنثق فيه كفاية. فنعمل إيه؟ نقوم نجيب حد يراقب على الحد اللي بيعمل لنا الشغل. ولأن إحنا جبنا حد بيراقب ومش واثقين في اللي بيراقب، بنجيب واحد بيراقب على اللي بيراقب اللي بيعمل الشغل. وبعدين في الاخر نلاقي ان احنا مش لاقيين فلوس ندفعها لده ولا لده ولا لده، فما نديهمش فلوس او نديهم واحنا يتخرب بينا. كلام منطقي. يبقى انت بتفترض الامانه في اي بني ادم بيشتغل معك. اوكي؟ بتفترض دايما الامانه في اي بني ادم بيشتغل معك، ده مطلقه من الاصل. لو ان انت اساسا ما بتأتمنوش يبقى من باب اولى ما تشغلوش معاك، ما تشتغلش معاه من اصل. حاجة التانية الكفاءة. الكفاءة دي طيب ما هو لو كويس زيك ما كان زمانه بيعمل شغلك، مش كده ولا ايه؟ ممكن، وممكن يكون الكفاءة دي جاية من ان انت حاجة انت ما تعرفهاش خالص، او ما انتش عندك المهارات الكافية انك تعملها بنفسك، فتدي حد غيرك الفرصة ان هو يعملها. يبقى المهم ان انت بتدور على بني ادم بيعمل عنده المهارات الكافية انه يعملها، ولو انت اساسا احسن منه في المهارات وهو هيعملها بكفاءة احسن منك، كفاءة اقل منك شوية، ساي 80% من اللي انت هتعمله، يبقى فوضها له برضو. 80% كفاية. يمكن في كتاب لطيف قوي اتكلم على الموضوع ده اسمه The Personal MBA بتاع واحد اسمه جوش كوفمان، هعمل لكم لينك ليه ان شاء الله. برضو كان بيكلم الحته دي تحديدا، بيقول لك الديليجيشن لو لقيت حد يقدر يعمل الحاجه المطلوبه منك بكفاءه 80% ديليجيتد. اوكي؟ دونت ويت فور بيرفكت ريزلتس، نيفر ويت فور بيرفكت ريزلتس. طيب يبقى احنا اتكلمنا دلوقتي عن ازاي البروجكت مانجر هيقدر يعمل كل كبيره وصغيره في المشروع عن طريق الديليجيشن، وكلمنا على حته صغيره في الديليجيشن وهي مساله ان البروجكت مانجر محتاج ايه، يختار واحد عنده الكفاءه وعنده الامان. نكمل في الفيديو الجاي ان شاء الله بقيه السمات او صفات المفروض تكون موجوده مع البروجكت مانجر.